وللحديث عن نتائج هذه الدورة معنا مباشرة السيد رشيد ريان المدير الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير. بداية، ما هي يعني قراءاتكم في نتائج امتحانة البكالوريا وإحصائيات هذه السنة مقارنة بالموسم الفارط؟ بداية وجه الشكر لقناة ميديا ان تي في على هذا الاهتمام والمواكبة ديال امتحانات البكالوريا خلال هذا الموسم الدراسي. كيف ما جاء في البلاغ ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجموع المترشحين لهذا الموسم الناجحون والناجحات بلغ 245,109 ناجح وناجحة، بنسبة النجاح تعادل تقريبا 60%. طبيعة الحال هذا الموسم الدراسي كذلك عرف نسبة متميزة بالنسبة للإناث، وهذه النسبة اللي تجاوزت أو فاقت 60%. امتحانات هذه السنة على المستوى الوطني تميزت كذلك بمستجد جديد وهو المتعلق بشهادة البكالوريا. إثما طلع الجميع على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الصادر في يوم فاتح يونيو، هذا البلاغ أكد على أن هذا المستجد الجديد يروم إلى حماية شهادة البكالوريا من خلال اعتماد تكنولوجيا رقمية جديدة لإنتاج وتدبير شواهد البكالوريا وبيانة النقط، وكذلك حماية هذه الشهادة من كل عملية زوير ممكن أنها تشوبها. كذلك هذا المستجد الجديد متمثل في إدخال تكنولوجيا رقمية يهدف إلى تأمين هذه الشهادة كما قلت وبيانة النقط، وكذلك تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى المصاحبة لاستعمال هذه الشواهد من خلال وسائل الرقمية كالهاتف النقال، الحاسوب، اللوحات الرقمية. فهذا المستجد الجديد يعطي الشهادة البكالوريا القيمة التي تستحقها، لأن هذا نبيل المستجد الجديد خلال هذا الموسم الدراسي. أكثر من ذلك، هذا المستجد يمكن الناجحات والناجحين من الحصول على شهادة البكالوريا فور الإعلان على هذه النتائج، وابتداء من اليوم بدأنا نسلم شهادة البكالوريا إلى كل الناجحات والناجحين واللي كنغتنم هذه المناسبة باش نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي المقبل. طيب، يعني أستاذ ريان بشكل عام، كيف مرت يعني أجواء امتحانات هذه السنة أيضا؟ بالنسبة للأجواء العامة لامتحانات البكالوريا، نأكد أن سواء على المستوى الوطني أو على مستوى مديرية طنجة أصيلة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لكي تمر هذه الامتحانات في ظروف عادية، وبشهادة الجميع هذه الامتحانات مرت في ظروف عادية سلسة وهادئة. وبطبيعة الحال هذه التدابير التي تم اتخاذها باشرناها تقريبا أكثر من شهر من خلال توفير مراكز الامتحانات، كذلك الطاقم المسؤول على الإجراء الأساتذة والأستاذات اللي كنوجه لهم الشكر الجزيل على الانخراط ديالهم في هذه العملية. في نفس الوقت هناك دعم متواصل للسلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي مدنا اليد المساعدة لإنجاح الاستحقاق الوطني على مستوى مديرية طنجة أصيلة. وهذه أيضا فرصة لكي أسألك أستاذ رشيد عن الاستعدادات الحالية للدورة الاستدراكية، كيف هي الاستعدادات أيضا؟ الاستعدادات هي بنفس المستوى الاستعداد للدورة العادية، إذا المراكز سيتم تحديدها ابتداء من الغد بإذن الله، وكنتمنى أن هاد التلاميذ والتلميذات اللي غادي يجتازوا الدورة الاستدراكية يحققوا النجاح المطلوب لهم والأسر ديالهم. ونتمنى أن هاد الامتحانات كيف ما مرت الأجواء ديال الدورة العادية تمر كذلك الدورة الاستدراكية في ظروف عادية كما هو الشأن بالنسبة للسنوات الماضية. أستاذ رشيد ريان المدير الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة، شكرا لكم على هذه المشاركة وعلى كل هذه التوضيحات.